بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم متابعيني ومتابعاتي، حبايب قلبي، شلونكم، أخباركم؟ إن شاء الله الكل بخير وصحة وعافية يا ربي. اللي أول مرة يزورون قناتي وعجبتهم أتمنى يشتركون بيها، يفعلون خاصية الجرس، يضغطون على اللايك، وانطيهم قلب آني وأكون ممنونة منكم. شوفوا هذا الفخاذ بالجدرية جاي فورن، يمنى وردة جوري. فالعصر قالت أم أماني كنتي، قالت لي أريد تجيبيني فخاذ عرموطي، شو اسمه، أسوي عشاء مدام يمنى وردة جوري، هي هم مريضة ما أخليها تروح. قلت لها مو مشكلة أروح أجيب لك. فجبت فخاذ كيلوين، شوف مثل ما تشوفون، بعد ما سلقتهن خلتهن بهذا التنور الكهربائي، وهنا جاي تسوي مندي وردة جوري. قالت أنا أسوي، هي صحيح مريضة خطية، بس قالت أنا بدي أسوي يعني هذا المندي. خلت بصل، وهذا النومي بصرة موجود كان يعني هو ويا اللحم مال الدجاج ويا الفخاد، وخلت بصل وش اسمه بهارات مندي، وبدأت تقلبهن عاد خلت التمن عليهن. شوفن حبيباتي، خلت التمن تاد قلبها سعينة ويا التمن. هي هم يعني شوية خطية مريضة، صارها 4 أيام 5 والله أكثر مريضة. وهذا المي اللي خلته على التمن هذا مي الفخاذ مالات السلق، يعني السلقنهن هي طبعا هي وام اماني اثنيناتهن يعني بالمطبخ، واني جيت عليهن قلت لها خلي اصور قاعد يسوون عشاء. قالت والله بدي اسوي مندي. قلت لها اني ابد ما مسوي مندي بحياتي، بالقناه ما مسويته، خلي اشوف المندي مالتش تا اصوره. نشوف المندي مالت ام اماني وام يونس. شو هنا عاد مخلي فحم على الطباخ، وهنا مخلي الوان، طبعا الالوان مال الوان غذائيه خلت، واني ما كنت يعني موجوده بالمطبخ من خلت الالوان الغذائيه. وهنا استوى الدجاج يعني بعد ما سلقته وشوته هنا استوى، وام اماني تسوي زلاطه لهانة حمراء ويا الطماطة وبصل. فقلت لها خيار اكو، انا جايبة خيار. قالت ما اريد خيار على مود ويا الدجاج يصير يعني ريحة مو طيبة. هنا عادينا ام يونس وردة جوري، قالت اخلي الفخاذ اصفطهم بجدرية، أخلي الفحم بهذا السليفون. شوفن حبيباتي عاد كلهن طلعتن، كانن يعني مستويات زايد، يعني مو محروقات وإنما هن بس لازقات مو حرق. شوفن حبيباتي الغاليات، هسه راح تشوفنهن همينة من نخلي مو محروقات بس مستويات. وهي تعرف أكثر شيء، هي تعرف بهذا الطباخ أو التنور مالهم. هنا شو اسمه السليفون خلته، وراح تخلي الجمرات وشوية زيت تخلي عليهن حتى يدخن وينطي نكهة للدجاج وللتمن. شوفن حبيبات قلب الغاليات، الدخان مال شو اسمه الفحم مال النرجيلة. هنا عاد أم أماني كملت الزلاطة، ووردة جوري خلتهن بالكاسات. شوفن حبيباتي هذا عاد كملت الكاسات مالات الزلاطة. شوفن حبيبات قلب الغاليات، وهنا عاد اجت تشوفن انا وياها، طبعا هي تصور واني هم اصور، بس هي ما صورت، صورت بس ستوريات للانستا. هنا عاد وخرت الفخاذ تريد الصب العشاء، طبعا عشاء كان مو غدا. متابعيني ومتابعاتي الف هلا بالمشتركين والمشتركات الجدد، نورتوا قناتي وهي منوره بالعتيجات والوسطانيات. حبيبات قلب الغاليات، شكرا جزيلا لكم وتعليقاتكم الحلوه، شكرا جزيلا من كل قلبي اشكركم حبيباتي
على تعليقاتكم حبيباتي وعلى ردكم على التعليقات السلبية، شكرا جزيلا لكم يا عمري. شوفن حبيباتي هذا التمن الملون شوفوه، وهذا كان عشان هذا بوتبوتة أكيد إقبالي قاعد يم أبو يونس، وهذا يوسف حبيبي، وهذول أحفادي الحلوين مشمشو حمودي وجود قاعدين هم حتى يتعشون. والله العظيم كان قد طيب، تمنيتكم ويانا والله وسهمكم ألف عافية. متابعاتي وراح أخلي رابط الأنستا بصندوق الوصف، أي وحدة حابة تراسلني ألف هلا بيها حبيبات قلبي الغاليات. وهذا الفيديو إن شاء الله عجبكم، ولو هو لا طويل ولا قصير خليته وسط 6 دقائق، وإن شاء الله يعجبكم هذا الفيديو أو عجبكم إن شاء الله. أشوفكم فيديو جديد آخر، وأقول لكم مع ألف سلامة.